ينضم إلينا للحديث أكثر على تحركات أسعار النفط خلال هذه الجلسة رائد الخضر محلل الأسواق في إيكويتي جروب، أهلا بك. بداية، لاحظنا التحركات الإيجابية بالنسبة لأسعار النفط في جلسة هذا اليوم، خاصة من بعد قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا. برأيك هذا القرار إلى أي مدى سيدعم أسعار النفط في الفترة المقبلة، خاصة من بعد توقعات جولدمان ساكس بأنه أسعار النفط راح توصل لفوق ال 110 دولارات خلال الربع الرابع؟ يعني تخفيض قوي جدا من أوبك بلس الذي حدث يوم أمس، تقليص بحوالي 2% من إمدادات النفط عالميا. الخفض الكبير ب 2 مليون برميل أعتقد كان له وقع كبير على الأسواق. طبعا تبرير أوبك بلس أنه نتيجة السياسات التشددية التي يتم اتباعها من قبل البنوك المركزية قلت السيولة في الأسواق، وبالتالي قل الطلب فعليا على النفط إجمالا، وهذا ضغط عندي على أسعار النفط بالاتجاه الهابط. ورأينا نتيجة قوة الدولار الأمريكي أن النفط تراجع فعليا دون مستويات 80 دولار للـ WTI، الآن يعود مرة أخرى ويناور قريبا حتى من مستويات 90 دولار للبرميل. أعتقد واضحة العملية، ممكن أن نشهد مزيد من الارتفاعات. العامل الوحيد الذي قد يحد من الارتفاعات هو التوقعات بأن يكون هناك ركود اقتصادي أكثر ضراوة عالميا. ممكن إذا تأكدت هذه المعلومة أكثر في الفترة القادمة من خلال البيانات الاقتصادية الأوروبية البريطانية الأمريكية تظهر معالم الركود ومعالم تآكل النمو بنتيجة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، أعتقد تدريجيا رح يبدأ يحط النفط مرة ثانية تحت الضغط، وممكن نشهد مفاجأة جديدة من أوبك بلس بتقليص أكبر في الفترة القادمة، لأنها تسعى للحفاظ على أسعار نفط عند 80 و90 دولار أقل تقدير. طيب، يعني رائد، تحركات الأخرى التي شاهدناها على الأصول، يعني نتحدث عن الذهب وحركة الذهب، نوعا ما عدنا إلى مستويات فوق 1700 دولار، برأيك لأي مدى هذه المستويات صحيح مستمرة معنا، مع العلم بأننا نترقب بيانات مهمة في الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما يركز عليه بالدرجة الأولى فعليا الفيدرالية وجيروم باول تحديدا في قطاع التوظيف؟ بلا شك نحن إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي، كان في عندي إجمالا يعني عزوف عن الاستثمار في الذهب بشكل مباشر، أو خلينا نقول اللجوء إلى الذهب، كانت خيارات تفضيل المستثمرين لتجنب المخاطر في نواحي أخرى. في الدولار الأمريكي بشكل مباشر نتيجة ارتفاع عوائده ونتيجة الطلب الكبير على السندات الأمريكية وفي نفس الوقت كان في عندنا يعني تفضيلات لبعض الأسهم عالميا وارتباط أكثر بأسهم النمو في الفترة الماضية، ذلك وضح بدائل يعني ركن الأموال بالنسبة للمستثمرين دون وضعها في الذهب بشكل مباشر. وأعزي ذلك بشكل أكثر تحديدا إلى القوة المبالغة فيها للدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه من العملات، بالتالي ذلك يعني ضغط على الذهب بالاتجاه الهابط. عدنا للارتفاع مع تراجع الدولار الأمريكي كمؤشر ما دون مستويات 114 اللي كان قد سيطر عليها مؤخرا، وهذا أعطى نفس بعض الشيء للذهب ليعود للارتفاع ارتدادا من مستويات فنية عند 1700 دولار للأونصة. ممكن أنه شاهدنا يعني بشكل واضح أنه الذهب يحاول العودة مجددا إلى مستويات أعلى. في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي 1660 دولار للأونصة كانت يعني هي المستويات المحورية اللي ممكن أنه تعيد الذهب مرة أخرى إلى مستويات 1700 وما فوق. بالنسبة للوقت الراهن نؤكد أن الذهب عندنا لديه فرصة فنيا لمزيد من الارتفاعات بغض النظر عن أي قوة ممكن تكون على الدولار الأمريكي بنتيجة تشديد أكثر في أسعار الفائدة. نعم، نستنى لسه 150 نقطة يضيفها على أسعار الفائدة قبل نهاية العام الفيدرالي، حتى لو تم إضافة هذه النقاط أعتقد الارتفاع الذهب سيكون مصدره هو القلق من الركود الاقتصادي الذي سيتأتى بنتيجة اضطرار كل البنوك المركزية
إلى تشديد السياسة النقدية بشكل يخنق ويقتل النمو الاقتصادي ولا يعبر حقيقة عن احتواء للتعافي الاقتصادي، لأنه تجديد السياسة النقدية كان بغرض محاربة الستاغفليشن أو التضخم الجامح. برأيك هل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف من رافع الفائدة من بعد توجهات المركزي الأسترالي برفع الفائدة ولكن بوتيرة أقل من المتوقع، وكيف سيكون انعكاسها على الدولار اللي بنشهد عليه اليوم بعض الضغوط؟ يعني إذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا كقراءة الـ ADP اللي أظهرت عندي أنه بدأ مثلا النمو أفضل من المتوقع، أكثر من 208 ألف وظيفة تم إضافتها مقابل التوقعات عند 185 ألف، هي قراءة إيجابية. ولكن على الطرف آخر مثلا الـ ISM Manufacturing أظهر عندي أن القراءة عند 50.4 لا تزال توسع لكن دون التوقعات 52.6. بالتالي بدأ الاقتصاد الأمريكي يظهر إشارات أنه الاقتصاد يتأذى من عملية رفع أسعار الفائدة بشكل مكثف وشديد، وعمليات رفع أسعار الفائدة المؤخرة التي قام بها الفدرالي الأمريكي وتيرتها السريعة وكميتها الكبيرة أثرت على أداء الاقتصاد إجمالا، وبدأنا نراه من خلال البيانات الاقتصادية. لا أعتقد أن الفدرالي سيغير من نواياه في تشديد السياسة النقدية، وسيضيف 75 نقطة أساس في كلا الاجتماعين القادمين حتى نهاية العام على الأقل، يعني حتى تصل أسعار الفائدة إلى ما فوق 4.2%. وهنا ممكن أن يفاضل الأمريكي ما بين البيانات الاقتصادية التي ممكن أن تزداد سوءا بنتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، وما بين التضخم الذي إذا لم يتراجع فهو مضطر بلا شك أن يستمر برفع أسعار الفائدة، وممكن أن نشهد 100 نقطة أساس في اجتماع واحد خلال الاجتماعات القادمة إذا لم يتجاوب التضخم. بالتالي الدولار الأمريكي مرشح من لمزيد من الارتفاعات. نشكرك رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.